ولمناقشة هذا الملف المهم تنضم إلينا من غزة ريما الحاج عبد، منسقة مشروع الدعم النفسي والتغذوي لجمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية وجمعية أرض الإنسان إيطاليا. أهلا وسهلا بك معنا. بداية سيدة ريما، أود أن أسألك يعني من خلال عملكم. أهلا بك. أهلا فيك. من خلال عملكم سيدة ريما، كيف ترين أنه إمكانية تقديم المساعدات الإنسانية في غزة، إلى أي مدى ترينها ممكنة وسلسة؟ يعني عملية تقديم المساعدات الإنسانية في غزة أصبحت جزء لا يتجزأ من حياتنا، خاصة مع الحصار المطبق على غزة من فترة 4 سنوات واللي أدى إلى زيادة درجة الفقر بشكل غير عادي. أصبحت المساعدات الإنسانية جزء أساسي، ركيزة أساسية للحياة اليومية في قطاع غزة. الكثير من المؤسسات بتحاول تقديم المساعدات، بس للأسف هذه المساعدات غير كافية مقارنة بدرجة الفقر اللي بيعاني منها السكان في قطاع غزة. نعم، يعني مثل ما تابعنا الآن المساعدات في التقرير طبعاً. الزميلة روان، يعني رح نكمل بالنسبة للحديث لهذا الموضوع، بس مثل ما تابعنا بتقرير الزميلة وسام، يعني في مشاكل تغذية جدية للأطفال تتراوح بين 60% وأكثر فقر دم. كيف تصفين لنا من خلال عملك، كيف تصفين لنا أوضاع التغذية بين الأطفال في غزة؟ حقيقة في مشروع الدعم النفسي والتغذوي بنعمل على رفع مستوى رفاهية الطفل، خاصة الأطفال ما دون سن السادسة في مرحلة الطفولة المبكرة، وجزء لا يتجزأ من رفع رفاهية درجة رفاهية الطفل هو التركيز على الأمور التغذوية اللي لها علاقة مباشرة بنموه الجسدي والنفسي والعقلي بشكل سليم. للأسف الشديد أنه في نسبة كثيرة كما تم الإشارة في التقرير من الأطفال بيعانوا من مشاكل فقر الدم، بيعانوا من مشاكل نقص الوزن، أو بيعانوا من مشاكل التقزم، وهذه جميعها أسباب لها عدة أسباب، منها وراثية لكن بالأعظم هي أسباب سوء تغذية. نعم. كمان مرة بسبب سوء الظروف الاقتصادية وعدم مقدرة الأهل على توفير تغذية مناسبة لأطفالهم. نعم، يعني عندما تتحدثين عن فقر الدم والتقزم وإلى آخره، يعني عدم يعني حتى الطول، يعني في إمكانية في مشكلة بالنمو، يعني كيف بتقدموا المساعدات؟ عن طريق تثقيف، توعية، عن طريق مثلا تقديم معونات أو أغذية للعائلات، كيف تكون المساعدة؟ المشروع بيقدم مجموعة من الأنشطة. إحنا بالأساس بنستهدف رياض الأطفال في قطاع غزة، لأن